دلكينا وحا كسو بدنا يا دقام حمن او آد يا آد وليتا هذا نكسي فيديا سيدا دات شيغان يا درجوين اي احترام كشعب كصوماليات وهيان سيدا الشيخ يا اكونيهن دقن كان وان اشخاص لو اركض ضد معقول اي عاديستان ان اي سميان بين ابور يدعايدو يدو عرب كوده يقلن كوده النقضي وحل إجارته أو هدب قفكي أما كوحدي دنقار له أي كريسته وأنا وح عيبة لقن كينا نكو عصب وح سحنا ماهن وأنا إن لقى وأن توبا مركة دمان وحن لها شعب كالصوماليات دتك وإن الله اللان هدي قفكي شيخ شيغانا يا هدي وأقول يهن شيغانا يبا سيدو كالوحن جعلان لها إن آن يالا ندلقات يأت كيسي قف كسته أو سياسة اللوغة قوليسته وحا هبون إن أسكته وقت كالي بل سيانو معين بذن وحيابيه آن أرقني مالميه لسو دافي وقدن بين وحان سن يد إذن كاقا عطسان إيا إن أتسي هاقر لآنا أولا شقيسان ريزو لزاريه إن عصب مدني حمسي عبد بره سيو قوته واجباتك قرن وحان سيدو كالي أمهد علين إيا dhammaan howlwadeenada xafiiska ra'iisul wasaaraha cid kasta oo ka soo shaqeysay maanta meesha aan fadhino munaasabadan oo igu horeeyo BS-ka iyo xogeyaha joogtada iyo xogeyo joogta ku xigeenka walaashay waxaan leeyahay waa mahadsantihiin waxaan rabaa haddana inaan ku soo dhaweeyo ra'iisul wasaaraha cusub aad iyo aad u mahadsantahay ra'iisul wasaaraha